انا كنعرف هنايا هنا في المدينه كاينين شي 6 اللي كنعرف، فهمتيني؟ لا كاين شي 6 ولا 7، كاين واحد في الزرقسوني وكاين واحد في الجيش الملكي وهادي ديال الطار السبتي وكاين واحد في شيميكولور، ولكن هادشي خلاو النصارى، فهمتيني؟ ماشي مسلمين. هادشي كان بكري انا، المهم كنعرف هادي 34 عام تنعرف انا هادي، انا ولد السيكتور، فهمتيني؟ ولكن كانوا مخربين، ما كانوش مصلوحين، ما كانوا هادي. دابا الحمد لله جاو صلحوهم الحمد لله بخير وعلى خير. كيكون بنادم مريض كبير الوغ كيمنعوا عليهم القهاوي، ماش ما تدخلش القهوه، لا كيتلقاهم الطواليتات مسدودين، خاصك دوموندي لي ان كافي عادي يقدر يحل لك الطواليت. دابا الحمد لله هاد المراحل اللي دايرين دابا صلحوهم جداد الحمد لله. فيما مشيتي كتلقى وحده، المهم كتصوفي راسك، وداك الشيء ثمن رخيص، ماشي شي حاجه غاليه، ان درهم بحال هكا ماشي شي حاجه غاليه. بالنسبه لي انايا هاد المرافق الصحيه شي حاجه مزيانه وفي صالح المواطن، يعني من داروا هاد المرافق يعني الحمد لله المواطن ما بقاش كيلقى معاناه انه يمشي يقلب ولا هذا. من واحد الناحيه اخرى خاص يكون الاعتناء، يعني مرفق صحي خاص يكون الاعتناء، خاص يكون فهمتي حدا، يعني راك عارف اذا كان ما كانش الاعتناء راه غيولي داكشي مخيم موسخ وراه امراض. ودابا حنا في هذا العصر ديال كورونا راك عارف المرض دغيا، اذا كان الاعتناء مزيان، اذا ما كانش الاعتناء بالنسبه لي انا بلا ما يديروا المرافق الصحيه. هادشي غاديين فيه مزيان، ما عندي ما نقول. الى عن قهوه ما عندي ما نقول، المداد مني تيهبط للطواليت وداك الشيء راه نقضوا شحال من خمس كان على برا، فهمتي؟ شحال كان الخمس على برا. دابا تيجي هبط البنادم مرح مع راسو، كل شيء نقي، كل شيء تبدل جديد، واش غادي نقول لك؟ هذا الشيء راه غاديين فيه مزيان. بالنسبه للاثمنه ما عنديش انا شي خبره عليهم. المهم هذا سولتوني، هذا قال لي راه 20 مليون الطواليت باش مقيومه، ولكن ما بانش ليا الثمن ديال 20 مليون الوحده، داك الشيء بزاف فهمتيني، غاليه بزاف، ماشي شي حاجه كاع، ماشي صالحين عاود شي مصلوح كبير ولا هذا شي صلاح كبير شويه. المهم بيبان عاديين، الجليج عادي نورمال، المهم كما كان الحال تنقاو احسن من الاول. 100 مرفق صحي في الضابط هي مشروع مهم ومبلغ مهم بزاف اللي خسروا الدوله، ولكن بالنسبه لي انا الدوله كتقول واحد الرقم، مي انا يا صالح ما كنتيقش الارقام، حيت هما كيقولوا حنا خسرنا ستات المريض قاوا ما فيهاش واحد 100 مليون ولا هذا، وكيقول احنا ما شفنا حتى حاجه بعينينا، حنا هي تنسمع ارقام وهميه ماشي ارقام اللي نيت هي اكزاكت. كانت هاد ستات المليار راه مشات في الصحه، مشات في المعقول، ماشي شدوها الناس وداروها في جيبهم، راه هاد الشيء راه بينوا عليهم كاملين. دابا هاد التواليطات وهادي، وبغيت تشوف حتى ديك ديال البازارات حتى هي تنقات، وهادشي غاديين فيه مزيان.